بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مش برنامج التنمية الريفية هو أحد البرامج التي تتبناها وزارة الزراعة ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية. يعنى هذا البرنامج بتنمية مستدامة في مناطق ذات ميز نسبية في المملكة العربية السعودية. نأمل من هذا البرنامج أن يساهم في الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية، أن يخلق فرص عمل للشباب وشابات المملكة في المناطق الريفية. نأمل أن يساهم هذا البرنامج أيضا في زيادة الدخل هذه الأسر، وأن يساهم في نهاية اليوم في زيادة الجي دي بي للمملكة العربية السعودية. مش برنامج نعول عليه شيء كثير. اخترنا شريك لنا مع الاف اي او كشريك ومتابع للتنفيذ وبخبرتهم الطويلة في هذا المجال. نعول الكثير على ذلك ومتفائلين إن شاء الله بالنجاح. شكرا جزيلا.